دكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الطرق والمطارات والمرور بكليه الهندسه جامعه بني سويف. مساء الخير يا فندم. سوري يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام يا فندم. دكتور عبد الله، يعني الحقيقه احنا شايفين سياده الرئيس بيتابع بنفسه مشروعات الطرق والكباري، وايضا بنشوف انه مشروع توسعه محور صلاح سالم ده موضوع كبير جدا، من اول مجرى العيون اللي هو التقاء ربما صلاح سالم مع النيل لغاية مساكن شيراتون، فده هيبقى برضو متنفس لأن بيمر آلاف السيارات في الدقيقة الواحدة في هذا الطريق. عرف تعليق سيادتك؟ يعني خلينا نقول أن تطوير طريق صلاح سالم واتخاذ القرار بيه ده قرار صائب جدا، وده بيجي ضمن خطة كبيرة لتطوير كافة المحاور المرية الأساسية داخل العاصمة، من حضرتك صلاح سالم لدائري لعمل مجموعة من المحاور للربط بين الداخل والخارج، الربط مع صلاح سالم الاقتصاد زي الفردوس والحضارات، زي محور ملك سلمان، زي محور ترسة، استكمال الطريق الدائري لغاية بداية 6 أكتوبر، كل بتيجي ضمن خطة لتسهيل الحركة وتحقيق سيولة مرية عالية وتخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل أزمنة الانتقال لأقل ما يمكن، خصوصا أن محور زي محور صلاح سالم ده محور أساسي داخل القاهرة بيربط مع مرفق أساسي عنوان للدولة هو مطار القاهرة الدولي، اللي كان جه في وقت من الأوقات كانت الصورة ما كانتش كويسة نظرا للتأخر في أزمنة الانتقال ووصول لمطار زي مطار القاهرة، فده طبعا بيحقق سهولة مرورية كبيرة جدا، وبالأخص بعد وجود مجتمعات عمرانية جديدة شرق القاهرة دي عملت كثافات مرورية عالية، فكان لابد من تطوير المنطقة، تسهيل الحركة من خلال تطوير كافة المحاور الأساسية زي الاقتصاد وصلاح سالم و6 أكتوبر، كلها محاور أساسية هتسهل الحركة وتخفف العبء على المواطنين. دكتور عبد الله معلش، أنا كان عندي بس يعني شيء آلمني وكلمت فيه أكتر من مرة النهاردة وقبل كده، كوبري متحف الحضارة الجزء اللي بيمر فوق صلاح سالم، الاوتستراد مش صلاح سالم، اللي بيمر فوق الاوتستراد بعد المعادي على طول، الجزء ده انا بعدي منه وانا جاي القناه، حرق القمامه تحت الكوبري بيمثل كارثه، سحابه من الغبار الاسود وتشويه للطلاء الجميل اللي معمول بيه باطن الكوبري واسفله وتاثير على البيئه سلبي، والكلام ده مسؤول عنه المحليات مش كده برضو؟ يعني خلينا نأكد ان دايما سيادة الرئيس بيأكد على انهاء كافة العشوائيات في اي مشروع بيتم الدخول فيه سواء كان على الدائري او على صلاح سالم او اي محور من محاور رئيسية، بيتم الـ يعني الانهاء تماما على المواقف العشوائية او اي ورش عشوائية اسفل المحاور ديت، بالعكس ده بيوجه بتطوير كافة المرافق المشتركة مع المناطق اللي بيتم الدخول فيها بحيث ان ما يتمش رجوع ليها مرة تانية، فطبعا يعني ما واضح يا فندم ان هم بيفضوا الورش والحاجات بتاعت الاستورجي والحاجات اللي تحت المنطقة دي، فالمنطقة فاضية بقى يرموا فيها الزبالة ويولعوا. فأنا بقول لحضرتك هو توجيهات الرئيس بتطوير كافة العشوائيات اللي موجودة والقضاء عليها تماما ونقل كافة الورش لأماكن مخصصة ليها بحيث يتم يعني تطوير المناطق وتحديثها بأحدث شكل ممكن. تمام، بشكرك جدا دكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والمطارات والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف.